سريعا الى استاد القاهره عبر زوم هاتفيا مع مراسلنا او زميلنا المتالق دائما خالد غانم سلطان واجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا خالد. برحب بيك يا كابتن طارق، وبرحب طبعا بكباتن ورموز نادي الزمالك الكبار الكابتن اسماعيل يوسف، كابتن احمد عبد الحليم، والكابتن عبد الحليم علي. طبعا يا كابتن طارق، النهارده مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك مع نادي الاتحاد السكندري في الجوله رقم 30 من الدوري العام. انت كده يا كابتن طارق، مباراه مهمه، مباراه قويه لكلا الفريقين، سواء نادي الزمالك او نادي الاتحاد السكندري. زي ما احنا عارفين يا كابتن طارق، نادي الزمالك استعد لمباراه اليوم بمباراه وديه كانت يوم الجمعه الماضيه طبعا مع المنتخب اليمني، اللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف طبعا مقابل هدف، وكان مستر اوزوريو اشرك العديد من اللعيبه الناشئين وايضا لعيبه الفريق الاول اللي ما بيشاركوش مع الفريق بصفه مستمره للوقوف طبعا على مستواهم الفني والبدني خلال الفتره القادمه. وكان في جلسه كابتن طارق لمستر اوزوريو امس بعد المران الاخير لفريق نادي الزمالك مع لعيبه نادي الزمالك، وطالب كل اللاعبين ببذل اقصى مجهود ممكن خلال المرحلة القادمة من المباريات. طبعا يا كابتن طارق، كلها هتبقى مباريات مهمة، فأكيد بيهم مستر اوزوريو تحقيق أكبر عدد من النتائج الإيجابية إن شاء الله تتحقق في المقعد في البطولة الأفريقية بإذن الله الموسم القادم. نادي الاتحاد يا كابتن طارق طبعا قادم من خسارة أمام نادي بيراميدز المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف، أكيد النهاردة بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الزمالك، معاه طبعا عناصر مميزة في صف الفريق، معاه مدير فني مميز صاحب فكر وليه اسلوبه منذ بدايه الموسم مع نادي الاتحاد السكندري وهو السربي مستر زوران. طبعا يا كابتن طارق، بنتوقعها كده مباراه من على الخطوط الفنيه ما بين مستر اوزوريو وما بين مستر زوران، هتكون في مواجهه خاصه بين كلا الفريقين. بالنسبه لجماهير نادي الزمالك يا كابتن طارق، فعدد جيد جدا زي ما حضرتك هتشوف طبعا بعد شويه مع بدايه المباراه، عدد مقبول جدا من جماهير نادي الزمالك جايه النهارده تساند وتدعم فريق نادي الزمالك في المباراه. كابتن طارق طبعا، اخيرا طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه النهارده حكم ساحه الكابتن امين عمر، بيعاونه كل من شهاب راشد ومحمود عامر، حكم رابع الكابتن ابراهيم محبوب، وعلى تقنيه الفار كل من هشام القاضي وهيثم الشريف. طبعا يا كابتن طارق، اخيرا مش عايز اطول على حضرتك، كل التوفيق والامنيات الطيبه النهارده للفارس الابيض، ان شاء الله يوصل للنقطه رقم 53 ويأدي المباراه. خالد تليب الفريق الجديد، اتفضل يا كابتن. عايز اسالك عن الجماهير، هل في حضور جماهيري ولا الدنيا عامله ايه عندك؟ لا، حضور جماهيري النهارده يا كابتن طارق يمكن افضل من المباراه اللي فاتت. يعني بالنسبه للزمالك يعني بالنسبه طبعا نادي الزمالك، يمكن نادي الاتحاد عدد يعني حوالي 10 او 20 فرد بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، على الجانب الاخر نادي الزمالك ان شاء الله مع بدايه المباراه يكتمل المدرج في طبعا لجماهير نادي الزمالك اللي جايه النهارده بقوه تدعم الفريق في مباراته القويه النهارده امام نادي الاتحاد السكندري كابتن فيصل. تمام، شكرا جزيلا زميلنا خالد غانم من ملعب المباراه باستاد القاهره، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الاكثر من رائع.